وإلى أخبار المحترفين، والبداية عن النجم محمد صلاح، حيث أكد النجم الإنجليزي واين روني مهاجم إيفرتون الحالي ومانشستر يونايتد السابق أن النجم المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف ليفربول أحدث طفرة كبيرة في أداء فريقه هذا الموسم. وأضاف روني لشبكة سكاي سبورتس أن صلاح لاعب رائع وساهم بشكل كبير في ارتفاع مستوى ليفربول، مشيرا إلى أن الثلاثي الهجومي للريدز المكون من صلاح وماني وفيرمينو يعد ثلاثيا خطيرا ويتمتع بالسرعة العالية. وتألق صلاح مع الريدز في الموسم الحالي وسجل 21 هدفا في الدوري. وفي ويست بروميتش، أشار تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن المدافع المصري علي جبر المنتقل حديثا للفريق لن يلحق بمباراة فريقه أمام تشيلسي المقرر لها الاثنين المقبل. وقالت صحيفة إكسبرس أند ستار الإنجليزية أن جبر لم يحصل حتى الآن على تصريح العمل في إنجلترا، مما يعني أنه لن يتمكن من اللعب في المباراة القادمة، مضيفة أن اللاعب قد يلحق بمباراة الفريق أمام ساوثهامبتون في ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم 17 من فبراير المقبل. وما زلنا في إنجلترا، حيث خاض المصري رمضان صبحي المحترف ضمن صفوف ستوك سيتي الإنجليزي مباراة أمس مع الفريق الرديف أمام ميدلسبرا ضمن منافسات الأسبوع 17 من الدوري الإنجليزي تحت 23 سنة. وشارك صبحي في اللقاء كاملا وأحرز هدفا في المباراة التي انتهت بفوز ستوك سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين. وفي السعودية، حيث أعلن نادي أهلي جدة السعودي قائمته الآسيوية للمشاركة في دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، وشهدت القائمة تواجد المحترف المصري مؤمن زكريا المنتقل حديثا من النادي الأهلي على سبيل الإعارة. ويقع أهلي جدة في المجموعة الأولى مع فرق الجزيرة الإماراتي وتراكتور سازي الإيراني والغرافة القطري، ومن المقرر أن يفتتح الفريق مبارياته بدوري المجموعات يوم 12 من فبراير الجاري أمام تراكتور سازي الإيراني، ويختتمها بمواجهة الجزيرة الإماراتي يوم 17 من أبريل. وفي التعاون السعودي، أكد حارس مرمى المنتخب الوطني عصام الحضري أنه يدين بالفضل لأحمد ناجي مدربه السابق بالنادي الأهلي والحالي بالمنتخب، خاصة بعد الدور الذي لعبه من أجل مساعدته على الاحتفاظ بمستواه الفني والبدني طيلة الفترة الماضية، وبالتالي البقاء ضمن خطة الأرجنتيني هيكتور كوبر حتى نهائيات كأس العالم 2018. ووجه الحضري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر رسالة إلى أحمد ناجي قال فيها: حياتك دائما مليئة بالمحطات، منها الصعب والسهل، أشكرك يا من وقفت بجانبي في كل صعب وصنعت من كبواتي نجاحات وأرقام أنت شريك فيها. وفي الاتفاق السعودي، قال أحمد الشيخ لاعب وسط الفريق السعودي والمعار من الأهلي أنه يشعر براحة نفسية منذ انتقاله خلال الانتقالات الشتوية الأخيرة. وقال الشيخ في تصريحات صحفية سعودية أنه سعيد بالتواجد مع الاتفاق ويتمنى أن تكون خطوة إيجابية له، مشددا على شعوره براحة نفسية كبيرة.
وما زلنا في السعودية، حيث أعلن نادي الرائد والذي يلعب له محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد عطوة تولي المدرب الصربي ألكسندر أليتش قيادة الفريق خلفا للروماني سيبريا. وجاء قرار الإدارة بتكليف مدير فني جديد بسبب تراجع النتائج وخوفا من الهبوط لدوري الدرجة الثانية. ويذكر أن شيكابالا قد انتقل إلى الرائد السعودي على سبيل الإعارة منذ بداية الموسم، وانضم له محمد عطوة قادما من نادي الاتحاد السكندري في موسم الانتقالات الشتوية. وفي الإمارات، حيث يواصل فريق العين الإماراتي الذي يضم لاعب مصر المقصة حسين الشحات استعداداته لمباراة الإمارات ضمن منافسات الدوري الخليجي يوم الخميس المقبل على استاد هزاع بن زايد. وشهدت المباراة الماضية تألق حسين الشحات المعارض ضمن صفوف الفريق وإحرازه 3 أهداف أمام فريق عجمان.